السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي مرحبا بكم في قناة أميرة تي في. اليوم غنقدم لكم بريوش بطريقة مختلفة. عندي هنا كاس زيت، بيضة، جوز لايف ديال الطحين، عندي الزبدة، عندي المايزينا ولا كورن فلاور، وعندي سكر سنيدة، وعندي خميرة حبيبات. عندي شوية الماء غنحط عليه الخميرة فورية، نحط عليها واحد المعلقه سنيده، وغادي نحركوها نخليها تفاعل و ثم نديروا البريوش ديالنا. من بعد ما الخميره ديالنا تفاعلت غادي ناخذ طحين دقيق منخول، نحطهم في العجانة ديالنا، ناخدو البيضة ديالنا نحطوها حتى هي، شوية الملحة، سكر سنيدة، ديرو ثلاثة المعالق كبار، على حسب الحلاوة كل واحد كي كيبغي الحلاوة ديالو. لحقاش انا هاد البريوش غادي نعمرو بناتيلا ونعمرو بالكريم باتيسري. خميرة هي الخميرة ديالنا، نديرو الخليط التعجن، نجيب كاس الزيت ديالي، كنزيدوها بشوية بشوية حتى تتماسك العجينة ديالي. العجينة كتعجن، وين نزيدو شوية د الماء، لأن أنا هاد الكاس عندي فيه 200 ملل، نزيدو واحد شوية، درت واحد ونزيد شوية، لأن العجينة خاصها تكون جارية شوية. العجينة ديالنا هي تماسكات، غادي نبقاو نزيدو الزبدة شوية بشوية، تمن 4 معالق ديال الزبدة، وهذا هو نجاح البريوش. كتعجن مزيان، ملي كتعجن مزيان غادي نديروها تخمر. العجينة ديالنا ها هي وجدات، الطون ديالها كيكون هاكا جارية كتلصق. هذه هي عجينة البريوش. نديروها في واحد الطاسه اللي مدهونه بالزيت، حيت كنصور بيد وحده صراحه صعيبه شويه. انتما العجينه كي كتجي جاريه غادي نغطيوها نخليوها تخمر
ثم ندوزو نعملو الكريم باتيسري. ناخذ جوج بيض كنزيدو عليه المايزينا نحركو مزيان جوج معالق ديال المايزين نديرو على عافية مهيلة اللي كيتجمع كنبقى نزيدو عليه الحليب بشوية بشوية اولا كنحطوه على الحليب يكون فايض انا عندي الحليب هنا فايض كنحطو عليه كنبداو نحركو الباتيسري ديالنا ها هو عقد كنزيدو عليه الزبدة ثمن معلقة ديال الزبدة صافي أو كنديروه في شي بلاصة يبرد العجينة ديالنا ها هي خمرت خدينا هاد المول هدا درناه بالزيت مزيان ومنهم غادي ندهن يديا غادي نبقى ناخذ كريسات كريسات صغار غادي ندير فيها الكريم باتيسري الوسط وغادي نجمعها صافي نجمع الكريصه ديالو غادي نحطها في المول ناخذ كريصه اخرى انا كتلصق خصك تهدل يدك بالزيت مزيان ندير عاوتاني واحده اخرى نجمع الكريصه نحطها في الجهه هذه ناخذ الشوكولات لهنا ناتيلا ندير كريسه اخرى ونجمعوها قوام على هاد الطريقه حتى نعمرو الصينيه ديالنا صافي ملي درنا البريج ديالنا كنقطعو بالمقص من الوسط جوج قطيعات هكا صافي كنخليوه يخمر البريج ديالنا ها هو خمر غادي ندهنوه بالبيض
فيهم نديرو في الفران يطيب على درجة 180. البرغيش ديالنا ها هو وجد، كنديروا له شويه ديال سكر كلاصي مزيان، واللي ما بغاش سكر كلاصي يعني ما يديروش صراحه. انا درت هنايا على حساب الشهده هذا، وهذا على حساب قريشلات ها هما بالزنجلان، وهذا على شكيلات يعني ديال الكرواسون. يعني نتوما اللي تقدروا تنوعوا الطريقه اللي بغيتوها، وان شاء الله الطريقه هذه تعجبكم. جربوها، راه معمر بالشوكولات ناتيلا بالكريم باتيسري. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع اميره تي في. الى اللقاء، السلام عليكم.